استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي السيد توماس دونهيو الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالسيد توماس دونهيو والوفد المرافق له واستعرض معه العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. أكد جلالة الملك المفدى أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين لما لها من أهمية في دعم التعاون المشترك في كافة المجالات. وأكد جلالة الملك المفدى الحرص على استمرار العلاقات الوثيقة بين البلدين وتطويرها لكل ما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين. أشاد بالشراكة الاقتصادية الوثيقة بين البلدين والتي عززتها اتفاقية التجارة الحرة التي أسهمت في مضاعفة مستوى حجم التبادل التجاري ودعم النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة في المنطقة، منوها باتخاذ العديد من الشركات الأمريكية الرائدة للبحرين مقرا إقليميا لإدارة أعمالها لما توفره من إمكانات وتسهيلات استثمارية كبيرة. أكد جلالته أن الموقع الاستراتيجي والكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات جعلت من المملكة وجهة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، منوها بالدور الهام الذي يطلع به القطاع الخاص في دعم وتنمية التعاون البحريني الأمريكي من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين. من جانبه أشاد معالي السيد توماس دونهيو الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات العريقة والمتميزة بين البلدين خاصة في المجالات التجارية وباتفاقية التجارة الحرة التي عززت من هذه العلاقات، كما أعرب عن حرص الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لاستمرار تنمية العلاقات كبلدين صديقين وحليفين والسعي المستمر لفتح مجالات أكبر لهذا التعاون المشترك، معربا عن سعادته لزيارة البحرين وبما لقيه من ترحيب وحرص على التعاون بين البلدين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات والمستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.